معانا في الفيديو دوت اللي قاله ميدو خرابات في السعوديه، معانا الكلام اللي قاله مارسيل كولر للعيبه قبل ماتش سان جورج، ومعانا ليبو ليبو والكهروب العجيب. الاول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على نبينا الكريم، اخوك اهلاوي واشترك معايا يا اهلاوي يا محترم. نخش على الانترو ونرجع لاخبارنا تاني. جمهور الزمالك لو القيامه قامت دلوقتي كلنا هنخش النار، انا متاكد. انسى بقى كتف في كتفك ومعك في اي مكان، بس تنادينا تلاقي الكون مليان. يا اهلا بيكم. مارسيل كولر قال للاعيبه النادي الاهلي يجب على اللاعبين ان هم يثبتوا من اول دور في ال 32 لغايه اخر بطوله ان هم كانوا يستحقوا البطوله اللي فاتت، ولازم يثبتوا ان هم فعلا ابطال البطوله اللي فاتت من اول دور. طبعا مارسيل كولر ما بيحفزهم عشان مش عاوز نفس الاستهتار اللي كان موجود في ماتش اتحاد العاصمه والعلاويه اللي كان داخل بيها اللعيبه بيستعلوا على فريق اتحاد العاصمه، فمش عاوز نفس الفصل يحصل تاني. لكن النهارده جمهور الاهلي، وانا منكم، كنت اتمنى النادي الاهلي النهارده يحرز برونزيه كاس العالم للسله اللي موجود في سنغافوره، لكن للاسف تهاون اللعيبه برضو والشخصيه بتاعتنا نفس شخصيه اللعيبه اللي حصل في تهاون في اتحاد العاصمه هو اللي حصل مع الفريق الصيني واللي كان في المتناول، لكن للاسف التهاون والنشوه بان انت كسبت فريق امريكي والهاله الكبيره اللي بتتعمل اللي ما فيهاش احترافيه، انت مفروض كيرفك عالي تثبت عليه وتفضل ماسك فيه، ما تبقاش صحوه واسمها ده كيرف عالي وتنزل تاني. للاسف الموضوع ده عندنا في ثقافتنا عامه، اللي بيعمل شيء بيقول انا عملته وبيقف لغايه عندي. ليبو 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 الله يا لبيب. ليبو طبعا عارف كويس قوي 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 الموزه اللي بتنطط القرد. الموزه اللي بتنطط القرد هي موزه كهربا. عارف كويس ازاي العب على الوتر ده تن تن تن، وطول ما بيعمل عليه بياخد بونت وبيبقى عارف كويس قوي ان هو ازاي البونت دي اللي ما في ايده من جمهور الزمالك وكمان الجمعيه العموميه عشان يحاول يقعد على الكرسي. وهي نغمه هتلاقي كل واحد عاوز يقعد على الكرسي، سواء سليمان سواء فاروق سواء لبيبو، اي شيء يتقال عن النادي الاهلي او يخص كهربا او اي حاجه فيها رعايه زينا زي الاهلي، اشمعنى الاهلي اشمعنى الاهلي، النغمات دي كلها. وهجيب لك برضو دليل واحنا ماشيين وفي الفيديو ان هم عمرهم ما هيسيبوا الاهلي، مشكلتهم مش زمالك، هي مشكلتهم النادي الاهلي. طبعا الاستاذ ميدو خرابات الدجال راح السعوديه، بيقول لي محمد نور اللي قاعدين في الاستوديو، طبعا هو عشان ياخد الاتموسفير اللي هناك لبس جلابيه وعرب دقنه وكمان حط السكارف بتاعتهم وداخل في المود، فبيقول لي محمد نور وانت بتلعب النادي الاهلي، وبخلي بالك لان قبل ما بتلعب النادي الاهلي بيجي حاجات كده غريبه بتحصل في الفرقه زي رباط صليبي، فمدرب الفريق يمشي، اي شيء من الكلام ده كله. وقال ان احنا قبل ماتش القضيه خرج مننا الونش وخرج مننا مش عارف مين لعيب تاني وكلام من ده. طبعا محمد نور رد عليه، وانا هقول لكم رد محمد نور بس بعد ما رد على الدجال ده، لان الدجال طول ما بيسوق كلام وفي ناس بتسمع اكيد لازم يسمعوا الناحيه التانيه، يا اما يستقر كلامه في ودن الناس. ماتش القضيه كان عندنا وليد سليمان مش موجود عشان كورونا، وقال درانج مش موجود عشان كورونا. طب بس كده؟ لا، ده ضربه قاضيه كمان للنادي الاهلي ان المدرب والمدير الفني اللي وصل للاهلي لغايه نص النهائي مشي وساب الفرقه. طب انت كده اللي عامل لي دجل ولا انا اللي عامل لك دجل؟ انت مدربك قبلها مثلا بتقول مشي او رئيس النادي مشي، طب رئيس النادي هو اللي بيدرب؟ انا عندي فايلر مشي وجه موسيماني في الماتش اللي قبل النهائي والنهائي، اذا انا اللي معمول لي دجل،
انا اللي اشتكي الكلام من ده. طبعا الكابتن محمد نور قال له لا مفيش كلام من ده، النادي الاهلي لعبناه في 2005 واحنا في كاس العالم للانديه وهو كان احسن مننا وكسبناه، ودلوقتي برضو احنا كاسكواد احسن منه. فطبعا لما الاستاذ لقى شكله مبلول والكرة عندهم بيتكلموا باحترافية ونمرت الاهلي اللي بتتلعب في مصر دي، اللي هي شوية تلاقي طارق الخايب يقول لك مارسيل كولر ماشي ومفيش عرض، ولا تلاقي واحد زغنطوط دلدول يقول لك النادي الاهلي بياخد رعاية والزمالك لا، وكلهم بيبدلوا ادوار. يعني امبارح تلاقي طارق الخايب يقول لك ومحدش من الاعلام هيتكلم على العرض اللي جاي مارسيل كولر، ثاني يوم تلاقي واحد زي الخايب الدجال يقول لك ده الاهلي بالدجل والكلام ده كله، مع انه لما جه من بره لقى ان النظام هنا بيتعمل بالدجل وقال له ما تلعبش باسم مرسي في الماتش ده هنخسر، ويقول ما سمعتش كلامه وعملت. فاذا ما فيش في مصر نادي بيؤمن بالدجل الا النادي بتاعكم، ما كنتش بتؤمن بيه وانت جاي من اوروبا، لكن سبحان الله دخلت النادي وقعدت انت وولادك هاشم وعلي في النادي فاصبحت بتسبح وتعمل بكل الافتراء اللي بيقولوا النادي على نادي الزمالك على النادي الاهلي عشان السبوبة وعشان ولادك. طبعا ده الكابتن ميدو. نيجي عشان اثبت لك ان زي ما اللي بيليبوا وغيره بيتاجروا وبيلعبوا على وتر موز القرود في نادي الزمالك والاهلي، لاستاذ خالد الزنطوط او خالف الزنطوط لانه انا مكلم سامي خالف، ساب كل الاخبار في العالم كله بيقول لك هزيمه الاهلي من الفريق الصيني المتواضع وخسرت له برونزيه كاس العالم للانديه لكره السله. انا بقول لك خالد الزنطوط كان نفسه يروح الاهلي واخباره تملي على الاهلي، مفيش خبر يعدي للاهلي الا لما يقوله. طب يا سيدي ما انت كنت اتعمل لكم كاس عالم الانديه نوت في مصر على حساب البلد، طلعت الكام؟ طلعت الاخير، الاهلي مش الاخير، والاهلي نافس ولاعب فريق كبير من امريكا بلد السله. انت ما كنتش موجود لما قلت لما فريقنا غلب ايجل نايت بتاع السله، لكن دلوقتي جاي تتكلم على الهزيمه. هي دي النغمة اللي بيلعبوا عليها عشان يلعبوا القرود وكمان ياكلوا عيش ويفضلوا ترند على زرع الكراهية والفتنة في قرود الكراهية والفتنة من الطرف التاني. طبعا دوت كان خالد زنطوط. اخيرا هحط لك الصورة دي بتاعة مصطفى شلبي. الصورة دي مصطفى شلبي بيعمل فيها كده وبيبص بيها لفوق. طبعا اي تصوير او اي واحد بيفهم في كلتشر التصوير ان انت لما تصور واحد من فوق بتبقى بتحسسه بالدنيا وان هو تحتاني وانت كفوقيه بيبص لك بشيء عالي. فطبعا مش هنقول ان الشيء العالي اللي بيبص فيه هو نسر النادي الاهلي اللي تملي محلق فوق بيخطف بطولة دوري الكاس، كاس بطولة السوبر، سوبر بطولة افريقيا، كل دول نسر الاهلي بيحلق ويجيبهم. فما بيبقاش فيه على الارض الا المكسحين اللي بيبص للفوق على النسر وهو طاير. فدي شيء يتحسب للمصور اللي جابه وخلاه يعمل اللقطة دي ويبين بشكل تعبيري عن حقيقة نادي الزمالك. ده كان فيديو بتاعنا، اتمنى الفيديو كان عجبك، لو الفيديو عجبك اخبط لايك واشترك معايا في القناة. سلام عليكم.